السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلوات الله عليه. إن شاء الله بسنة العام الهجرية 1441 تكونوا بخير إن شاء الله وعلى خير، وكل عام وانتم بخير. واليوم محرم، أنا حبيت ندير لكم الأكلة إن شاء الله اللي رايح نديرها الأسرة تاعي. بقاو معايا فقط وتبعوا الخطوات، بقاو حتى الاخر فيديو. واش عندنا؟ نبداو بسم الله. عندنا هنا قطع من اللحم كما راكم تشوفوا، الله يبارك. وعندي هنا زوج بصلات، هامك زوج بصلات رحيتهم في الروبو. عندي كذلك هنا عندي ثوم، عندي ست سنات تاع الثوم هامليك درستهم، دستهم بشوية ملح. وعندي كذلك ما تكتروش ليدان، انا رايحة ندير مغرفة هكذا ماشي معمرة تاع ليدان تاع السمن. وكذلك ندير واحد تلت مغارف تاع الزيت. بسم الله، واحدة اثنين ثلاثة. وعندي هنايا في هاد المرقة عندي مكون انا رايحه نزيدو، وراح يجي المرق هايل هايل ما شاء الله. يعني واش نقول لكم، انا هذا المكون ما قدرتش نستغنى عليه. بقاو كيما قلت لكم برك حباباتي معايا. رايحه دوك ندير الملح. بسم الله، ملح نلحو النجرة تاعنا. وانا استغفر الله. وعندي كذلك ما قلت لكمش واش هو الطبق. عندي هنايا قصبر، قصبر مرحي. هذا الطبق يحب القصبر. دوك نوري لكم واش راح ندير. وعندي كذلك فلفل عكري، فلفل احمر، وعندي فلفل اسود. الله يضويها عليكم، فلفل الكحل. هذا واش عندي. ورايحه نجيب كذلك انا ما نستغناش عليه في المرق احمر، واصلا هذه الاكله تحب الحار. شفتوش عندي هذا فلفل قناوه هاوليك، ونحط هدايا نحطو يتقلى. بسم الله، نحطو يتقلى. واش عندي هنا؟ عندي خضرة، عندي لفت، عندي زوج حبات طوماطيش حب مرحيين، وعندي مغرف كبيرة طماطم مصبرة، وعندي كذلك حميصة، وعندي هنا عندي هادي شخشوخة. عندي هنا هاي لك هادي الشخشوخة. انا هذا مسمن، الله يبارك، بسم الله. هذا مسمن طيبته، طيبوه عادي، وكي طيبوه ما طيبوهش بزاف، يعني ما تخلوش حتى ينحرق لكم السمنة تاعكم، باش يجي هكذا بيض يجي شباب. حمروه ديروه غير تشوفوه برك شد روحو، زيدوا قلبوه، لاننا هذا احنا ومن بعد نفوروه في الاخير، نفوروه فوق المارق باش نقدموه. هاوليك كيفاش جا، ها ما شاء الله. هذا المسمن تاعنا درناه شخشوخ، ان شاء الله ديروا الطريقه هذه وتعجبكم، وخاصه اللي ما يقدرش يدير هذيك ورقه يدير، يعني يدير هكذا مدوره ولا يديرها في دوله. انا سهلت لكم، هاي لك هذه هي الطريقه. هاي نخلي دوك انايا الطنجره تاعي يتحمص كامل اللي فيها ونرجع لكم. بعد ما تحمصنا هذيك اللحم تاعنا يتحمص بدون اضافه تاع الماء، ويتحمص غير في ذاك الماء تاع البصل، نضيفو الطماطيش تاعنا
نضيفوا هذاك المكون اللي قلت لكم عليه وهو الزبيب. هاوليك ديروا شويه برك زبيب هكذا، تشمخوه في الماء، تنقوه وتشمخوه في الماء، من بعد تضيفوه للمرق. الزبيب راح يمد نكهه مليحه، ما يجيش المرق حلوه تقولوا حلو ولا لا، يمد نكهه مليحه للمرقه، شغل مزيج بين المالح والحلو لكن ما يكونش حلو. نقليو شويه هاد الطوماطيش تاعنا، تقلى شويه، نمرقو بماء سخون ونحط ونخلو اللحم تاعنا حتى طيب خلاص، يعني تقريبا خلاص رايحه طيب، باش نضيفو اللفت والحميصه الخضره تاعنا ونديرو قرن حار ولا زوج، ندوسو شويه حشيش مقطفه هكذا بس نص مغرفه ونضيفوها لهنايا المرق هكذا، ونخلو كل شيء. هاي لك الشخشوخه تاعنا حطيناها تفور، دوك لما تفور مليح نوريها لكم في طبق التقليه. بنات هاي لك الشخشوخه تاعنا كيفاش جات، هاي لك هاي جات ملغه ما شاء الله، هاي هاي لك بسم الله ندوقها ما شاء الله، ان شاء الله تجربوها على طريقتي وتعجبكم وتقولوا لي رايكم في التعليقات. جاتها حاره شويه والله روعه، وهاو المرق تاعها كيفاش جا، جا ما شاء الله خاطر المرقه ماشي مايها. واش نقولكم، كل عام وانتم بخير، ونلتقي في فيديو اخر ان شاء الله. الى ذلكم الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والى اللقاء، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.